يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ذي النعم دي نعم في عباد نس ذي مجدر العبد سيدي يحسن إنسان دي قرن بويس سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ديوث النعمة يوم دفكوز مربنا هذا سيدي يحسن زرت أي مثل أنا سنقيا بزدخل من النعم من سيد ربي سكوين إلا نزدخل إلا نزدخل الخليقة إلا ذوين يغدي الزين ذوين سوالي ذوين يتنعم للدنيا الدنيا ولكن أهترى من الرئيس تجميلتي ولكن ما يغدي خدمنا الشيء أهترى نحمد سيد ربي نشكره أهترى نخدم أين الهان سويدي يغدي فيك كريم ذوين إقلاق أبث نوين ذي نعم يجيف كسيد ربي من عباديش زوين ديوفران أي مثلا لكن دي قال وش بيحل النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ الصحة النعمة الصحة أتات خضر ويس أي من عين خضر الخير خضر يخاف ديك استنفع عن المؤمنين شوية سنعمة يجيف ديف كسيد ربي ذي الفراغ الوقت ما كان قبل الطون ليبر ما يلين سعد كيك شوطة فكيف دوني شوط الوقت باش تستعفوا هل ترى البطوني بالريس خلط بقويني هل دي سنفع أزكى مش السليم أطف دي خافيني إن سستنفع عن المؤمنين إن سستيسن هل ديوين إي صياح ذي قاعة ذي مسافة إسن هل ديوين إي نهان أمام إيش أمام الغرني كان مثلا سناف النعمة ثقيم أنا الصحة ما بعد الفرق فجويز دي إلعب أثي استغل وأثي فرص سلعمال الخير استاع أقبل أثفت من الناد دائما وأبدا باللي النعمة إذا نعم سيدة ربما في عرض دي شو القرارة تشفك في الناس إما أتج النعمة وإما أذا تشيج سناف أجوز ملاد يرون العبد دي شو الصحة للعب إما أذي هذيك أتجني عملي وإما أذي بغور ذي عمارة الطفل وسال أتجني عملي وإما أذي مثل أتجني عملي والوقف الوقف ما ليس على هذا الوقف الفرق إزمان ديسيوني وقتي غريلي مشغول سرور الدنيا سمع الشيس سلهم من الدنيا ويسحر الوقف إذن ألي فرص سنف أني عمثل أين أرز ديوين أين إلهان أي مثل ولكن ما قلنا من العبد يسعى سنات النعمة ذا يوم ولكن أثي فرصة لنا دقوين العالم أثي استغل لنا دقوين الازديز كذين دقوين لها أما ذا الدولة ليس على ذي خافيس إلا قعدنا عقل بليم ذا مغفور بليم الزنز النعمة سيدة ربين سومي قرخصن يسعى الوقت يسعى ذي قهوين يسعى ذي قصر وسعى الفايدة يتسوي بوغروان يهدرف الغيبة فينك شنو وين يفغن وين يغل وين يزنزل وين 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 يروح وين يوسف انشتكي ذاين ذاين لبعيد عن جربي جنو من نساء لي يقبل اينو لي هرا والصحة العبد ما التي سعدين لبعيد عن جربي جنو من ذا الكسول وتي يسخر مالك وين هذا يقول الفايدة ما هي من نساء ما هي غير نس ولا لي أسالي يسخر مي خافيس وقيم إيه قد نعقيب اليوم ذا مغفون ذاليس زاد كان وش بيحنا نبي صلى الله عليه وسلم شدينا من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ سنة النعمة ذي مغفان وتصل غشيم الصحة أقضي الفراغ الوقت من الفراغ نار الطون ليبر قذر كريت مثلا إن في محمد صلى الله عليه وسلم أمي أغدي تحثوا باش أنخميني الهانة كنزكا ونسى الحشمة الزات ربيهم لكن هذه الزوخي السنغل في محمد صلى الله عليه وسلم الزات سيد ربي سبحانه وتعالى يقرد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إنه ذي كثير ناس بقام فتح الباري إنه سنة النعمة ذاكي ذيوث الحالة
إذ دي وفر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إلى أفديس أي نزديون المنفعة مرة أقوى أما إنسان أما إلى عباد ذي الجهة نسحاس أما ذي الجهة للوقيس يقرب الجوهري رحمه الله إلى دهون سخر لا نسلات النعمة ذاكي ونسحام أقوى ذي الوقت إلى الفرق ويني قيقن إن ذي الصح ذا مغون وقيم أما كنت يقرب وشيء المهم صلى الله عليه وسلم أي غطر الزنز النعمة ذاكي سسو لقرخصن سبحان الله خزر كذي قال كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس طاقة بغشيم ذي مغبن ذي سنة النعمة ذاكي أي مثلا الدروس يتوفقا بشر خمن أين الهام سنة النعمة ذاكي سبحان الله في كسبة بسحام تروح قرنا كما من بوثي وسا بلا الفايدة ويسعنا الوقت من الفرق وتستغل هذا بوين غريلا النفع يشد النفع بوث مثلا شنسيما كيف مثلا قرد جريج رحمه الله إلا دا عطار كان في وثيقة هو إلا دا في غد كرام الغاشم إلا دا نغاس دا شو يتخدم مكا إلا دا إنني فريغنا يعني فريغنا من العمل نفوق الخدمة أتسكسر دي قهوة إني سبحان الله إني السيد ربي غادي قال فإذا فرغت فانصب نغي ندفع إذا فرغت في العب ما تسعد الوقت الفرغ إني خل الديني ودينا للعبد العب سبحان الله ابن الجوزي رحمه الله إني خذت كيف مثلا إني إجمال دي للعبد إسعى السحام إسعى السحام دي المسيس في يوم الام إني ولكن أسعى الوقت الفرغ أوكيبي دائما أوكيبي دائما مشغول سرور الدنيا سرور معيشي سرور دائما مشغول إند وإزمان ذي إلى العبد النظام إساء الوقت للفارع وإلا مشغول كل شيء وجه الغابوس إذا خصوها إند ولكن الجهيدة لهم إساء الصحة إذا كان العبر يكتسلين الجهة يكتسلين الجهة ولكن ما نقول لهم نجمع عند مجمع دي سنة ثلاث صحة أمد الفرغ اليوم يعلم إنه ولكن يفشي ذفنيا إنه وقت الصح ذا مغفور سبحان الله خطر الدنيا مش أنا ما كنت سخمي ولكن هربوا الربع ما كان الدين نغل العبادة نغل الإسلام وخدمها الدنيا لا محسوب أصلا هي كانت تصمني ذلخافيس لا ما قلت مثل مشينا نشتريه دوني ذي المزرعة لخف ذي هي لخف الزرعة دي دوني أتشمقر دي خف ما لك الزرعة دي دوني أدمدر دي خف ولكن ما لك نوع الزرعة على غشاء المدر ما تجضي هريك يريث واشتار ما لك نقار لك نعم الزرعة دارا ونسان باش وتنغش دارا ونستخدم باشنا دقون في دوان صارت تصور من غير فرانسيس أسنا ذو حد مقر غير ذنا دي مقر تنزين داشي الزرعة باش دي مقر سبحان الله كيف مثلا ما يخدم العبد الدني خدم الدني ولكن ليش يصرف يا خرف أدي يخدم السياح أدي ينفع مانيش أدي ينفع الوجنيش الخامس أدي ينفع الغرنيش الجيرانيش الودينيش العبادي السن عبادي السن هذا العبد ذاك ينفع أدي يكسب مانيش أدي يفكر غير نظر يخدمي ويا يخدم باش أدي يربح الجامع الناس مالك وحدي كان أنا ربح غير شوية يقدر أدي يربح الجامع وكينا نخدم يا خرف كلمة خطر أينك خدم مرة ما كوا يخدمي تفوذ مرة ربي في الخدم يقال سيد ربي قويس وبالتالي فيما أتاك الله الدهر الآخرة أينك تفكر سخمي إيا قاطن الكامية مثلا وإن مضحس بلد دوني ذيك خدم ذي آخر فيس يخدم نفيس يصديق يتعاواني وين يفهم يغلي ما فيها الفذ وين يفهم دي المشكلة استيكس وين يفهم تعقرة كلام كلام وين من الشغل من الدنيا ذو العسلي يخدم ذو كينا ايك حميش إذا ربي خدم لي خافز إنه هو يزنزن إذا قصد للأخوان عليه السلام من مستران إنه ما تزنز الدنيا ذيك سيا خافة أتر بحدي سنة ولكن ما تزنز الدنيا الدنيا أتخسر بسنة سبحان الله كما يذهب إذن وين يسخر من الوقت من الفرغ من الطول اللي برنس يسخر به إلى عبادة للدين المعاونة من وين وين أكو بصرحان أما دي ما نشبه بغرز
ونسخل من الفرد نسحنش للطعن سيد ربي وقينين يذبح يفاث ماذا قلنا ذوينيك سخل من الفرغ نسخل نسحنش المعصية سيد ربي وقينين ذا مغفور سبحان الله كيف مثلا خطر شنيا أخطر الفرغ إلى أن أقيم لي الفرغ للطني برني سابك لي أوكي تسخي مالا دائما إلى قد ساقل يقوى سليفك أدي يسي الوقت يقاتل مش غير أتسعوا ولا الوقت شبروا لي مكي وعبوضي سبحان الله أكام والصحة إذن الذي يسير للوقت إذن الذي يسير يهي وإذن الذي الطف ثمغان الطف ثمغان والصحة ينسر سرح سبحان الله إذن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى بالغشي كثير من الناس ذي مغفن دويدي القرد سيد ربي سبحانه وتعالى إذن وقليل من عبادي الشكور القليل يحمد القليل يشكر خطر تقويه بيتين إنسانك الصحة إنسان الفرق وتسخر من الرام تقوين العين إذا دي مغفان ويقول حمد الله رسي ربنا ومشكر لنا ولكن وإذا كنين شو ما تريد يقول لك كنين اسخر من تقوين يكتب سيد ربنا إذا ويقول حمد الله سيد ربنا ويقول ماذا شكر وإذا كيف الدقاء وقليل من عباده الشكور الله أكبر أكيد مثلا إياق أن أعطيب لما أن إيه مثلاً دي العصر اللي نتعيش أنصر الجيع ذي السحنة أنصر الجيع ذي الوخ الفرعنة نسخدمي في الوين وليها لهم يعقل يقنع فيك سخدم ذي العرب ذي هذو وين وسعر المعنى ذي المجالس ولا ذي المجالس للذكر المجالس للغيبة ذي النميمة ذوين ذوين يقو في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلاً وذا فيش ولا تسخدم ذي المعاصي سيد ربي ولا قرر ربي يندم أدي مكتين كل دقيقة من ساعتها دي تودا في ناس يشوفوا تسعة دلالة قفري ضربية نشوفوا هدارة رين الهام ويسبح لهم ويذكر لهم ويزول لهم ويصدق لهم ويزي لهم أدي يخدم أدي يخدم يا خاطي نس ندمع قولي فافيس كيف مثلا دي قصد ربي ذلك يوم التغابن أدي فانا مغفون من الصحة هذا دي فانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد في يوم القصكة يوهى غروس إنيس ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمله خير له من بقية دنياهم إنيس ركعات إنما تصغوين مكنين تحقرون تتصغوين بيسد لو كان تزقد وكنا تيافة تيانوه العمل نس أو نفكوك الدنيا ثم ركوذ بقية الدنيا كم لذا ونزفك الله ولكن دلد يوز ماذا ركعات يموت خلاص داري فكر ويسانيس يكشف الوخام الخلاص أخام الخدمة فوق ريس دين يفاضيس إذا كتير قوي إن أخام الخدمة أتعس لما ليكو ولا تصور غير أخام الخلاص سبحان الله خطر أي مثل أما ذي مؤمنين أما ذي العصاة ذي الكفار ذي المشركين أذن دم من مرة يوم القيامة أذن دم ولكن وش هو إذا ندم من أن دم المؤمنين دون دم الكفار ذي المشركين يقول في فانو فريضة ماشي كيف كيف عندما ندم المؤمنين دمكتين من كل دقيقة يساعد هذه الدنيا شو يتسوقع كل ساعة يساعد هذه الدنيا فرق بريد سيد ربي ما شو يتسوقع دمكتين خطر من كل يوم درجة ينس ولكل درجات مما عمل كل يوم درجة ينس على حسب العمل يسال أليلي إلى قناة عينك إذن كل يوم كل دقيقة من كل ساعة يساعد هذه الفرق بريد سيد ربي ذي نادي أسين دم وكان ذا الدم يندمن أندمن المؤمنين ولكن ندم أندمن الكفار ندمن شيء مشاهد لا إلى محمد رسول الله شو ذي بعد ربيد الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأوا ويجين خالدين مخلدين في النار أما الكفار أما المشركين ذخين جهنم من متشفر لا إذا ما ندمن ندمن سبحان الخالق ولكن الإنسان المؤمن الذي يندم في شوط الوقت اللي نسي يجاكني فرق يعاشي فرق بريد سيد ربي إيسا عدد الدنيا سبحان الله هذا دقائق يهدد كراسي سيد ربي سبحانه وتعالى الذي يندم في يوم القيامة أي مثل نسمع قاعدي ذي الكثران ذي الوقت ما نصدقر في مبلا الفايدة نصدقر أمد السحانة أمد الفارغنا أنصر جاء في ثلاث النعمة التي نغذي في كاسي ربنا سبحانه وتعالى أهل طال مكرين شيء لمغفان الله إيا قد نعقيك الغبن ما يلي لعد مغفون ماشي دي الوقت جيد لذا كان السحيني هذا ما يلي لعد مغفون الله
ادم خدم مغول ذي الوقت اللي غنقالو فيها فروح ما كانتش غادر الدوني فكان ذي سكرات الموت ما يتاني الطار النفس ليا تيم قياسي من النفس كان اللي كيقولها كاين كورا ذينا غادي يندم فريس سبحان الله ولي يندم يوم القيامة أبي قال يا حصار في الليل ذا شي خدمة سبحان الله إما ذا يسين ذا شي ما قال ثم وفند أي مثل دليل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال جواليس حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما يقول ذي مثنين الباديس أسيني أسيني يا عزني أبني ما سيد ربنا الدنيا أذو غير أخر مغر إنك نيم أخذ مغرى أقويد العين سبحان الله أذي مني ماذا الجوال قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إن جو أخذ مغرى أقويد لهنا ذا أخذ مغرى سيد رب سيني لا هي محايا قدم كان على عملي إذا شكي ترجون يقرد سيد ربي من خلق سبحانه وتعالى القويس وأنفقوا مما رزقناكم من قبل إن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن صدقت خذكت خذت الخير أقبلكم الدياوة الموت إن أسنع أدين قيونا ذسينا أرينا سيد ربي أصدق أدخل من الخير ولكن سيد رب سيني فوذيكي حي ذين سبحان الله ذين فوذيكي حي سيد رب قلت خيرنا الأجل من بابي اسمه ذلك الذي يقول إلى قد الأخير كان إذن ألي فرص العبد سنث النعمة ذلك فرصة للصحة فرصة للوقت أتي فرص غير القرآن الكريم الظالم النوافل صدق أمر سويني الهان نهو غفر من القرآن أخذ من الإحسان، أخذ من الخير، أما الوديني، أما الجلالي، أما الولوي، أما إلى عباد، إلى عباد، أما السلطان، أما السلطرة، فرص تقوليس، ما دمت الله أقولك، أما الصحة، أما ذلك هذا الوقت للفرم، خطر الدنيا تتنغياء، كي جي، تتسكت سؤال، قناع فيك، وركز جاية كان كارك فقيل، أبنى دمى تتسالك وضوغان، كان كقيم، لا دوير، هات الدنيا كي يحو إلى قناع في كلام إنسان إسحام يغليه أيوال دمغار أيوال يسحب الكلام أدي للعب يجهد خزر أدي يغلي خزر يفدي يغل أدي الحس تاع كويس في الصلاة على الحفر مزبل الوار ونديرو إلى قناع في كلام أدي لي إسحام أدي لي هي أدي لي إسحام يغلي هذه مس أدي للعب يسعى الفرامة ولكن أدي يسيول يخذ يغل مشغول ويسعى للوقت الذي زرار لويس إلى قناقيك سبحان الله لأن العباد يسعون على الفرع ويسعون على الفرع في ناس شقام البعيدة من جربين ويجرمونين وين يخدمون من بلا ما حباش يسعى على الفرع ناس إيون دخلوا شانطيان كان عدد ذاك اللي فلس وفي عدد سلمة فلس ناس دائما للخدمان من الخدمان إن ندد التنسي دلار لو طون سي بلا محسوب الوقت ضد ولكن اثرت الزمان الزمان الخدمه ديالك لا الوقت يفيق ويروح الدهني مره لا تقرا كتقرط مره اكو خلاص ويسد الوقت يموت داخل الشامبينيش الشانطينات كمينة لسات انت روح على الخدمة ممكن دي تراجع لكن اندينا التنصي دولار الوقت الدهب ماذا قلنا يفرصي دي عام ايا خارجيس قطع الدوليات كمينة يسيح نعم ليس ولكن لا خافيك وش وقت يخدمين كما يتمدن اذا ما ليه لغن اعبد وسعنا الوقت الفارة يعتبر لعبد الشاقين بعيد عن جرب الجنونين ويزرنا نخذ ويزرنا وش من دي فكر بين نخذ مس شيء سوق الوقتين سمرنا ويزرنا المهمين شد الدنيا شد ربنا تفكر من البشر اللي تعبدهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نخذ ما دي عايز تشريف أتحلل أغرب كثير دينك
يحميش ربي بريش. ها هذه يد أكلت لقمة عيشها من عرق جبينها، هذه يد لا تمسه النار. الذي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الإسلام يأخذ يكره يأخذ نار، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يريد أن يدخل مثل إنس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فوسي كان أغرمس دي في إنس إنس ذا فوس وتسلف مس وقيد فوسه أخدام أخدام إجرى الوكاية يويد دي جاء للمسجد إنس كوش صلى الله عليه وسلم صلي غافل في عزيز صلى الله عليه وسلم كما يتمثل. ولكن ماشي دير الخدمه اللي كانت اللي حسب العباده تصدر ولا تزيد لينك، لا لا يبدا دارو نشوف شويه لا 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 عاد ديك الشيء من راه فراش غير راه ساعتين يتشفى يسعى سنين شويه اخرى ما ديك شويه ديال دي فراوس تصوم مره اخرى ويطس في زوج ما ديك انا ديك فراغ نيجي مازال دوكي المره وهنا زرار مقرف وتشتينا لا تشتينا لا يخدم ما يلا ضروري كان تشوف ضروري ما تشوف داي هذا روح بابيس هذا يسير للمقفى ذي روحه هذا روح كل شيء بيجارد فيه كل شيء بيخسر وكل شيء بيحاسب في الناس سمعت المصائب اين الا المره ذي بيجارد فيه ومره ذي بيحاسب في الناس ذات ربي كما يتمثل اذا ما كان ربي الصحه انا اخذ الفراغ اقرف كيف كده الفرصه اللي ستاخذ مرض ديني فاس حين الزمر الزمر تسخر ضين العين الزمر تسخر ضين العين وإذا كانت الفراعة إذا كانت دي الوقت قالت تخدم ذي قلق ذي ليس عيقي في الليل إذا من العبد قال يستهزي ذي سنف النعمة ثقيا إذي تكسي لرب الخالق سبحانه وتعالى سخوص كما يتمثل إذن أي مثل العبد ينقها اللي يسمح السوين دي قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم النعمه ما تشد في كسيد ربي انا قد استفرصت قد استفرصت اي خافي كي يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ارتاني من خمسه قبل خمس فرصت خمسه وقبل دورت خمسه ذي سنه كي سنه سنه تقفل الهدر كان داخل يقال اغتنم صحتك قبل سقمك واغتنم فراغك قبل شغلك فاس حاجة أقبل العلاج نوقبل ثموار حتى ثموار دي هي وكان دي هي ثموار ويسخر وفاس الفراغ اللي أقبل أكيد يوض الشغل أصبح المشغول يقنع بي كلم أكيد ماذا؟ إنسان وذي حمد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما في نعمة نزل إدي في كسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتحمد سيد ربي سيليه يقرأ أما بنعمة ربك فحدث أهدر في النعمة سيد ربك دي كان أهدر في الناس أتحمد سيد ربي شويك إنسان يدي في كان الفرصة نسات خلوة الدينية أما ذو القدرة لفرصة نسات خلوة الدينية أما ذو الوقت من اللي ساعة كيف تبش تخلوة الدينية إذن ذي يحميك سيد ربي إلى قد تحميه إلى أسرى التجميل وخلاق سبحانه وتعالى وأتحمد سيد ربي ما تشكر سلجوالحي أدخل أين ينبض صياح أين ذندي حيائي؟ أين يكحب سيد ربي؟ أين فريع روس سيد ربي؟ أين فرد حليب لرجل الحسنات الروس؟ كما يتمثل يقرأ سيد ربي وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولنا عابدين يجوال فعل الخيرات الفعل الخير مرة أكو يوم الدنيا أذى تدخل منه شوية أرد يوين سنفع أما فلك أما سنفع يوث مثلك وثمثلك نسمن يقال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون كما يتمثل المعنى ينس أي المثل وقيني يفكز دار بالصحة إلى عبد النعمة إلى قرأ إلى قد فارس باش يخدم الخير ديس إلى العبد يمد يفكر سي دار بالصحة ولكن يعذري إلى قد يعقب لي ما يفكر دار بالصحة سي دار بي مجد يفكر دار بالصحة سي دار بي وسي دار بي صار رحمنا في العباد اسم الله مش انا فكر العباد من هذا الخاطر في كي قناه الابتلاءات هذه زر سيدي ربي العباد من هذا الذي يشتبه لنا غايه كيف مثلا ولكن الانسان يسعى على الصحه يزيد فكر سيدي ربي الصحه ان يحمد سيدي ربي ما في شكر وسينين في الشيكه سيدي ربي قويه تشكر يسفى على خاطر ذا الرحمن الرحيم تحمل ضيقنا سيدي ربي يقرا بعض السلف
يعني دي التقوى الايمان اللي ساكن ني نسنا سيدي ربي ني سوق لي سكش مرا داخل جهنم ابا عبد الظالم الناس داخل جهنم سيدي وكي دي سكش لك حميه 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 تخرج الرغم من رحمه حميه سيدي ربي ولكن ولي حمي سيدي ربي دي سكش مرا جهنم لا اله الا الله محمد رسول الله اجيب المعنى دي ديما دي ديما العربي كان في لا سي عفوا بيه خاصه كيف مثلا ني سوق لي في غضب داخل كم سبعه غضب لي حميه نحب خلاء سبحانه وتعالى كيف مثلا اذا ما نقول الانسان ويسعى للصحه اللي يبتلي في دار بسكره الى قد يحمد سيدي ربي اذي يشكر واذي يحتس باش تكب لسيدي ربي بلي حميته خلاء سبحانه وتعالى وذي الميزان الاجر بالحسنه كاري اللي مره كاري يصبر كان يكتب لسيدي ربي ويقول له لا خاطر ايش اللي خطر الدنيا ويقرا لا تشاك اتشاك فينك الصحانه اتشاك فين الصحانه وين الصحانه ذي روح وين هي كنا ذي روح الدنيا أتخسر مرة عباد الدنيا كامل ولكن لو يدوين الخسارة لا أخر في نص والآخرة خير وأبقى يقنع فيك إنسان مسعى يسكر إن الشك الزخي بوي يسخر فيها دما دلا فوتو يلي كنا 20 سنة إلا نوفي دما دلا فوتو يلي كنا قوس ساكينة خزريت أشوية ما ذاك نغا تخدم الدنيا نغا تشدو مالها ما غا تمزي نغا تشدو نغا غلا خافي غلا تشدو هي قناعة حقيقية إذا الإنسان النعمة نسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غافي عبديس ويف كيس دي النعمة يجين ويف كيس دي النعمة يجين ويف كيس دي النعمة يجين إذا الإنسان إكزران سيدي ربي يغدي خلق سبحانه وتعالى سن حكمة ينسى البالغة يدي توزيع دي النعمة نصرة في العباد هي قناعة ولكن دائما الإنسان أنا أثي أحمد سيدي ربي في جميع النعم نحمد سيدي ربنا في الاسلام في الايمان احمي يا انسى اغدي جايين دين سيمن لا اله الا الله محمد رسول الله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اكبر واعظم النعمه نعمه الاسلام في سيدي ربنا النعمه اللاقي ما الخزر بيعود وانت عقيله ونزرع مسكين في مسيل الدنيا مرة أكل أتحمل سيدي ربنا تشكر في النعمة للعقل يكيد يفكر نعمة من الحكمة اللي يفهمها السجين نعمة الحكمة اللي يفهمها سجين يفرر أي مثلا أنا عقيب لي وين من تذكر بحميتي قرب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أولو الألباب ماشي اسعى من دن المرة الحكمة مثلا غص أما غران أمور غرين لا من سيدة ربي وين من يحميه من تلك الحكمة القراية في الله العلم لا ولكن الحكمة حاشا ربي هو اللي تيدي فيها خاطر العلم تسوي تدي لا كل ولكن الحكمه صغر سيدي ربي مدينا يؤتي الحكمه من يشاء الصغر سيدي تاك ماشي نسينا الناس الاول العلم منين العلم منين اكيد سكر سيدي ربي سيدي ربي من الجهل اكيد فيك الحكمه وما يدوكي العلم كل الحكمه أدي فقد عقل وجن من هذاك النعمة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى النعمة الأمن أي مثل رجع ربي من الآمنين ما ينام العبد يتهنى الجماني يتهنى ذي وشوتين يتهنى ذي الخدمة يتهنى تقول ذا الرحمن فقي من أعظم النعمة مثل النعمة العيش ذا الرزق أي مثل لا إذا قد يعقيب اليوم أوني تشانتا بقيت لا نويد من شرام ونسينا رقوة المكلة ذا شوز كيف مثلا ويولاش اني وانا فويا الدرام الوقت الراز ولكن اسمع ما كان يشوف سيدي ربي ذي راز غثوات الى قص اثر التجميل في سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا يفتح فلاك سيدي ربي الخير الى قد حمد سيدي ربي الشكر والنعمه من الصحه والعافيه الانسان الى قص يحمد سيدي ربي سبحانه وتعالى واتفاس قوي ديك حميس ربي وين هادي يسند النفع ايمان يسند يسند النفع الى غير الناس والنعمة الفراغ هادي يستخدم اقوياء ذاتي فاث النفع هادي يسند اي في ايمان يسند الى غير الناس الى غير الناس المؤمنين جميعا نعمة الصحة والفراغ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي من ذلك الحمد لله ربي شكرا في جميع النعم يزيد فيك رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.